الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، زيد بن حارثة حديث كان وأما با درسي ودرسي شني لباتناد صحابي شني لباتناد والنبي يقول وأيم الله لقد كان زيد بن حارثة خليقا بالإمرة خليقا بالإمرة ولقد كان أحب الناس إلي. نبي أن تعتبر زيد بن حارثة وأن المظن إن ما ملو ديبه وأمير النقضة ذات كان إساقا وجع الله بير النبي صلى الله عليه وسلم. مضت سعدة بنت ثعلبة تبتغي زيارة قومها بني معن. هوين إذا لقمك على سعدة بنت ثعلبة أيا دقاق ضيء وحا يبو قشتك تي تلكي ذا ريب بني معن، وكانت تصحب معها غلامها زيد بن حارثة الكعبي. وحين هراء السيدتي ويوك حيستي ويلي ذا الشيء والله مقعب زيد ابن حارثة الكعبي، فما كادت تحل في ديار قومها حتى أغارت عليهم خيل لبني القين، فأخذوا المال واستاقوا الإبل وسبوا الدراري. مركي أي كسي دوذهي إن أي سان دكتو ديغانك تركي دقيني هاي أي مركي بوار وحاكسو قاضي عيدا فردولية وربني قينة كدي من حوله بإلا تقال جيلي بيك حيستان وعلى وحي مركا محس أهنا أما با عيال كي إيو وحي مركا إيهالي كرين إدو مركين واعي قفحشان دبا سعدة وحي جوكتا ماشي ربني معن أي دقينهين دقال كانوا حصوا قاضي ربني القين. وكان في جملة من احتملوه معهم ولادها زيد بن حارثة. ذاتك أي مركا جعان كل جان وهرأوشي كحيستين وحا كجري ويل كان ير يلغو مقعب زيد بن حارثة. مركا لبا الرمضة مركي بلا صعو وميضو إن هو يدي سعد سعدة بنت تعالى بلديه جري. ومركا لبا دو يدو أو بوقشة التكتي هالكي أي تلكي يكسو الجيرين رابني معن إن مركا أي كحيستين رابني قين ودولان الكانا مركا لتحابتي. وكان زيد إذ ذاك غلاما صغيرا يدرج نحو الثامنة من عمره. زيدنا هو أها وقت جاء الميرا أسي السعودة سديد سنة أي بركة جري. فأتوا به سوق عكاظ وعرضوه للبيع. وحي كان سوق اللي هم على سوق عكاظ سوق اللي هم على عكاظ بيجيين هل كان بيع بالله بندقي إلا بيعيه سوقا طبعا وسوق عكاظ إلا ذا وهل كميد يهدو أها وهل كبزنس كيدو أها جارهن بلا حرمدة له بي ماشي انتي سوقي مادان بي بيع شرائي وحي كلا إبسان كران إكلا إبسادان هل كان قبيادا والله سوقو فانا نبن ننكو أكا قبي بدن يهي تحدا كحف دين أجيهن هل كا والله سوقي مادا ننكا سيأفتهنن هل كا سوقي مادا مركا ميديها ما انت جير ماس ميديها اي دادكو اخبار تا كوكلا تبيان ما ينجرين هل كابا مركو قفكي اخبار ربا محا جيرة الدنيا دا محا كالسعودة محا دقالة يا سوكر بي بقر كي كرسي قلقة توري يا ماشا لكاني محمد محوشاقي سوق ابا لسوقي ماذا سوق عكاظ له وان هل كمنبع المنبع الادبي اما واحد لو يقان هل كاي بوذا اي رنتي أصل أهان أي كتم السوغان تعربيد وي وهلك تاريخ ذو ذا لغسو السركي وهلك بيزنس كودو أها وهلك أفتهنم ذو اللغوغا وهلك قبيو ذو إكسو شعب بحين مركا سوق أو سوق أهمية دي سالة مركا سوق كاذ مركا مقشيد وكلو لها وزن كابو لها سوق أبا لكين زيد يرد كدمنوا لبيعي فاشتراه ثري من سادة قريش وحايف سذي نين هنتله ودقال له وقريش وذياشي ذا كم ذا هو حكيم بن حزام ابن خويلد حكيم بن حزام ابن خويلد
أما ابن خويلد ب 400 درهم، حكيم بن حزام با يبسدي وهنا سيستي أفر بقول أو درهم. طبعا هن ولا ينضرد إن كصعد عن المسألة دي أهي سيدة وحلوكة لجدين جري سليف سيستم كي أما نظام الرق والعبودية كجري في الجزيرة العربية سيد إسلامكم مركب ولا دقال لما نهايته حصولا سبق أن تحدثنا عنها وكصحبا. واشترى معه طائفة من الغلمان وعاد بهم إلى مكة كلي ما نصر إبسن وحكوله كوكلة يون الضومة كلاة ولسو إبسدي كدي من وصاك حيستوح لي من حقه إي مكة المكرمة مركة لكلاة كاضة ساسا اللي سجل جلي جري لقن عرباد بوها أو جاهلي إسلامنا أنا شقق لهين هل كان مركة وإن هوسك حريق لمرة الرابع. فلما عرف عمته خديجة أو خديجة بنت خويلد بمقدمه وعمته ضمير كالكيو علنيس هل قوضا مركي حكيم بن حزام اي ددي حكيم بن حزام يا اي دوها خديجه بنت خويلد مركي اوغاتي انو يمد زارته مسلمه عليه مرحبه به واصاب وقتي الى سلام يسوس دوينيس الا ان وحي يمد والكذا يمد. فقال لها مركي سحكير يا عمته لقد ابتعت من سوق عكاظ طائفه من الغلمان فاختاري ايا منهم تشائينه فهو هدية لك. سوق عكاظ لو حن كسو يفسدي الضومضة مركة وحن رواه ميت كبير إنه كو هدية يؤد هدية أهان أقاله وحن أدو كي يلهد أذي كو جفت أمرك. فتفرست السيدة خديجة وجوه الغلمان وحيساء اللورتي وجيدة الضومضة صار الله وصل الصفي عدي أي كدوران لهي فراسدا نهران وصل تنماني قفكو انو مركو وندها ساعه قفكو لا راعي انو اقرن كرا لا ربا وجود بي اقرسي قفكو انو فهم لي انو سن فهم لها انو كدي دين انو كوغل يه انو فولي انو جيس يه انو نن سخيو غان فورن يه انو غان ادق يه نوع وعلم فراسه لو مغعبو عربتو نروتي اب وحل ديري مركيبا اندها مكا اقرسي اختارت زيد بن حارثه وها اصوب بحين دورته ويل خير زيد بن حارثه لما بدا لها من علامات نجابته ومضت به وغم وقضي وغم وقتي مركي زيد اي دورنا يسي فهمه يدوب وغم وقتي انه هنن ادي اد مسكح بدن كدي ولا تكتب. طبعا سيستم كان ان بني ادم كسال لو كلي يسو الى مركا دين الاسلام كان تايت دك كحرس دك وا لغا خري وحا ليري ددك ديان او الهي بي ادومه وين اذن اذنك ادومه اذن ما انت واسلام كحياه وليمت وحنا كم نتهي معاني ذا قروح البضن ارونتي ضدك انا ربين اني شيغان محاسن الاسلامي لكن سي اسلام كلاود درا ان لوغا غدغي دقن عربيات بان نبيغا صار وحدوش لغا صار دينتا اسلام كا دقن عربيات بو او جاهليه او اسلام كان شقا كولهين ولا دغالمي اسلام كا اسلام كا حالد كلي او غلاد وان حي مركا ديديد ان الهي اظن ان قتل ان بني ادم اضاف كلا اظن ان قتل مركا تو خصبنت وما هو الا قليل إن ير مركا كما سوريين هل كان مركا مركا طبعا أي خديجة بنت خويلد أي هدية ذا كقدومي شو إن كان أي إيدا ذا أوتا حكيم من حزام وأي دوران يسو ويل كان ير ومركا أدون هانا يقعد أنا زيد بن حارثة مركا النبي يقولي اسمه ينقرسن خديجة النبي صلى الله عليه وسلم قبان وما هو إلا قليل إن ير أمبك سوريت حتى تزوج خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله إن يكذب النبي يقول صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تطرفه وتهدي له إذا أعرفت ما دام هذا اللي يقول صلى أراس عصب أيهن إن النبي كان هدية سمرك مركا أطرف فلان فلانا أي أتحفه بشيء وأهدى له لبدا كلمة أسكو معنا النبي يقول إني الرجال يهدي الإسماء يسيس فلم تجد خيرا من غلامها الأثيل زيد بن حارثة فأهدته إليه مركي أي لو والله أي كأي تهدي النبي جاي ودوري لهاي وحكوا ناس سموا أي ويلي إن زيد إن يوهي بيسموا يعني ويهدي ستر هذا هذا بقول كان الأثير أو لرجل بمعنى العزيز بقول كان أكثر شرفته خله بروح يستر الله له النبي صلى الله عليه وسلم إن مقام كيس وحاء أقل ما إن ما أركتي إنك لو ما زيد من حارثة مركا مركا ولي مجد تشكري النبي لماذا ما بلابانين أروس كود هدو عصوب يهي وكي أدن مركة ولي ما باللابن معالي المحاية اللي نبقى صلى الله عليه وسلم بعد زواج خديجة ومركو غارو حراء وتقي ومركي نبقى صلى الله عليه وسلم دونتو ولي لما قادم
وفيما كان الغلام المحظوظ يتقلب في رعاية محمد بن عبد الله يدود في كان مركة نصيب كبضان وساه ولح نول يهي نبيغا يدريال كيسا ويحظى بكريم صحبته نبيغا صحتين مديسة رنتي شرفت ديق سينما سكوله مركا ورنتي اون نصيب هان وهلي وينعم بجميل خلاله ونهلك كبر على سيه النبي اخلاق دي سواء ناقص اذا نقف النبي صلى الله عليه وسلم اما انت النبي النبي ده النبي النبي صلى الله عليه وسلم انت النبي نبي النقل يمركو النبي النقل والله ولا حالات ده النبي اخلاق دي سواء اخلاق عاليه قفكي لا جوغانا رنتي وادي وفر حيو مركو ويل كان اسوا اسغان نول ونمبرو اسوغو ادسين او وحل اسود السارين والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب كان دكتي كانت امه المفجوعه بفقده لا ترفع لها عبره حالة إساءة هويدي مركة ولي أرجع أحسن وح اللي أنت إذا مركة مرنا ما أيام مرنا ما أيام إنجين هبيني مال إساسي ويسأل من كذا لقلتي ولا تهدأ لها لوعة مركت هيسا يهل لو جاي وقبتنا مرنا ما حسيل ولا يطمئن لها جنب مركة هبينا نعلو كما ينجين يعني ويسوي جيد هبين المال هبين المال ويسوي جيد ويسا أنت وحي كيف كريس أدو قياس هو علمه يراعي ده شيء يكفي سنة الدنيا ده لجلت تجي حتى هدي لديه لها ضد باك حيث ما لم يكون قال له بهم بإهان له لكن عدو باك حيث ميا لدي لي ميا لجرجري محال لغي لي ما تقان مر وكان يزيدها أسا على أساها وعن مروك تيد مروك على أسي أها أسي ديرا أنها لا تعرف أحي منه فترجوه أم ميت فتيأس منه من نول يهي أوه يي مركي دي شتا مروني لكولانتو بسوور لنتوى كقوصتها مركة ما لا أرى على مركة ملع مروكته مركة كسي درت أما أبوه زيد بن حارثة أبيه صوما فأخذ يتحراه في كل أرض وسكد إن وكر هذه مال والبر يتحراه يتقصده ويبحث عنه في كل أرض عري الأول ماشي وكهل كر هذه ويسائل عنه كل رقب قف كست مسافر أنا سفر بقى سواق لنا هو يديني ويل يرقى أستنتي سيدتها وقالت سيدتها معركتين ويصوغ حنينه إليه شعرا حزينا تتفطر منه أو له الأكباد حيث يقول يسأل مروكته هيسي وحنين مركا يسأل قبياء مركيبة وحاوكو عبرين تح قبية ورنتي مرقادة حنبارسا وتتفطر لها الأكباد ورنتي قف بارجي العسان لها باركيس ولد الدلاعي كارو حيث يقول تح قبية واتن وحيلي بكيت على زيد ولم أدري ما أفعل أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل بكيت على زيد زيد بن أوي ولم أدري ما فعل ما نقرنا يا هلك وقدم بايو يوحى وسمي أحي فيرجى من نول يهي ودي مرة جينا أم أتى دونه الأجل مسه قيردي وكنت مدعو ودنتي واتحد البيت كيدي كودي لعود هلك يكب الله بطه فوالله ما أدري وإني لسائل إله من كل أرتاح ورنك ماهي لكن وإن ودينا يا أغالك بعد السهل أم غالك الجبل إس ودين توحى إيتهب موحى كحذي بورهم يا كلتكي مسألوك في سنابة كلتكي تذكرنيه الشمس عند طلوعها زيد حاء حصوص سنة قرحنا مركز صعي صواب بحضه وتعرض ذكراها إذا غربها أفل مركي قرحه أي دعضنا ويهلك أجل عساته قد كذا إيقاشنا مركا هل كاب مركز حسوسي سيغة تقيسا مركز حلية أما با تعرض ذكراها وحي إيسو بندقيسا أما حسوسي وحي إيغة تقيسا أما إيسو بندقيسا لولا دي كرتا إذا غربها أفل مركا أو لعوه أما قرحب أي لعضو سأعمل نص العيص في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل أو تسأم الإبل وحي إيلي هدنا وحان أردسينيا هل هيجا أرضا أنا ما لو بابا مركا أمر هل جن دير بان جلابي حياتي يا مركا قيبت أضم بيت أو ضم بيت وحاول أنا أحسن لي رأسي أعمل نص العيص في الأرض جاهدا حياتي يعني بمعنى وحان أرديسينا يا هل هيجا أنا كبادي جوبي ولكي هل كأوجر إنه رشيد أنت كلمة ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل من كدالي دون إن أنسى أوريغي أو تسأم أي إلى أن تسأم الإبل إلى مركا هل هو إكدالان حياتي مركا هل كاسان شقاك السين هذا دون تنحى لي كرتا ولا تسأم ولا أسأم التطواف
أو تسأم الإبل لحياتي أو يقد أشو هل هو يقد أهلا ويقول أهلا ورنك كان مشكلة كذا أو تأتي علي يمنيتي من نوع دون إلا جري يأتي ماضو فكل امرئ فان وإن غره الأمل قف بنا واكيد لمن دونه تجي دونه حتى يديش بهكذا سئ قبل جا كنت صاو فديه رنتي شنت بيك كوبان دول عيسو تهي بكيتو هل كوكسو قبقبينا فكل امرئ فان وإن غره الأمل قبل جا بمتدي سو قعد بريه برانك أو قبل إلا وآب إسنا مركع ما حصلك. وفي موسم من مواسم الحج وحال سوق جاري وقتي حج كان سوق جاري مركا كان حج كان ما حج إسلام يقين ما وكي جاهلية ولي ما حج نظيف كأها التوحيد كأها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك ما وحاول حج يو قاقاونا أي دوافيا يو إلا شريك ملكته أنت وما ملك أي الهاينوي marka ma aha kii saxda ahaa ma aha waa kii abyog la isugu faanayay ee quraysh meel gaar u istaagi gaar u istaagi jireen oo ay dhihi jireen ummadaha kale innaga ka sharaf badan waan ka dhexbaxayna waa xaj marka isagu faasid ah waqtiga marka la gaaray qasad albayt alxaraam nafar min qawmi zayd waxaa soo aaday kacbadii dad ka soo jeeda halkii uu ka dhashay ama tolkii uu ka dhashay zayd bin xaalid وفيما كانوا يطوفون بالبيت العتيق يقول الطواف كي كجرة وبيت إلهي طوافة إذ هم بزيد وجها لوجه وحيبا كسوهر بحن زيد با كسوهر بحن وضف كان الطواف كي كجرة با وحي أركان زيد فعرفوه وعرفهم وسألوه وسألهم يقول ويقرتان إسنوو قرتي وإسوريستان ولما قضوا مناسكهم مركي أي دمايستان عبادة ذو ذا يمادين بيتك وعادوا إلى ديارهم هل كي يمادين يكون رجال عليا أخبروا حارثة بما رأوا وحدثوا بما سمعوا أبي حارثة بيروح يورق اليوم وشاقين ويروح يسوع كان ويروح يمقلين ويقرر من إلى ذنك زيدها وأبقى أرك نبأ السبب ما شاء مريا وطوافي وبيتك الجوغة طبعا تفاصيل الأخبار أنت أي تهبي مركة أبي أشيد فما أسرع أن عد حارثة رحلته مركيبة دق دق أو ليمت حارثة وحل قياسي كرماها وحو ديار سادة دابديسي وحمل من المال ما يفدي به فلدة الكبد حول انتو هايستو هرو أقات إسوغو له المها كان أديك بير كاقة بركو صفرو فلدة الكبد اللغة العربية من حيوة المها أدوها شوي وقفك وماشوا إلى باركي وحكسوا قبل ما شاتك إليه لك وقرة العين يوحي إشي سو وقرة العين يوحي إشي سو قبو ستو وصحب معه أخاه كعبا وهو هروسي كحيس ولالك كعب وانطلقا معا يغذان السير وإسراعين إيه أدو دك دقيب نحو مكة هل كاسي مكة الوسي الشرع فلما بلغ دخل على محمد بن عبد الله وقال له مركي مكة تقام بين نبي أو تقام مكاسي الله اللي مركي مركة طبعا حارثة أو هدأ يكسر دعي لا أذهاي سعود دعي يدور كده إسكاب الداء وينبي بمركة كده ما لا أذهاي لين عن رول مرضي كتو يدو حالات أي سيدة تهاي طبعا قفك وح وبعد جوب وجري مركي اللي وجري هذا ويحي مال بالغو شاقي بعد ذا دي والي هلاي ذاتي كان مغنى هل كاسي كده ما يمركي اللي يراد ودريمي كتا قفك كان رنتي وحين يدي سعين نقانش مركي بوح الله وحي حوالا اللي مرحي زي والا أدون صدي ضد اللي وريدي وأنا صافرتا وانو رانسم وطاوي كوكو صفرانها وحال لوحي حالا وهيستي بوهرو قات ولالكي كعبا كعب نهرو كحيس نبيغا مكا اللوتي يا ابن عبد المطلب نبيغا الله قبل الله إن عبد المطلب أنت جينا جيران الله نيو واحد درس لتها بيت إلهي يعني جيرانك إلهي يعني وحال لقوضا أي جيران بيت الله قولي إلهي درس لتها تفكون العاني وتطعمون الجانع جايع وحعاد إذين أهم إن آد إسكسي ديسان قفك أما با العاني إيسو سائلك أي مستجيرك أما ما قلت إني ويجيستي طبعا وحو دانا دو سميسان وتطعمون الجايع عادة وحاول لي دين هداتين رام مكانا قفك قاعد ديسان إنا دراشين سيسان وقودي دان وتغيثون الملهوف كان إسكالي باقا تيسان إنا دو قرقارتان دقا الذي كوي قاموي دقا آدي الذي كوي قاموي وآه إنا بيت إلهي ندرس ألتهين سانا أضو دقنطان وقد جئناك في ابننا الذي عندك
annagana waxaa maanta aanu kugu nimid wiilka kan agtaada jooga. Waxamalnaahu ilayka min almaali maa yafii bihi, xoolo wax arrinkiisa ku filanna horan u soo qaadanay. Famnun calayna wafaadihi lana bima tashaa, hadda waxaan kaa rabnaa nagu galladayso oo wax alla wixii markaa aad ku furan karid aan ku furan kari lahayn, ama intaad u baahan tahay in lagu siiyo si aad wiilka kan usoo xoreysid, micnaha aad farax uga qaadidna diyaar baan ulana. Faqaala Muxammed sal allahu calayhi wasalam, nabiga marka wuxuu yidhi, waman ibnukum aladii tacnayaan, waa kee wiilkan aad leedihiin innagaa dhalno aad ka hadlaysaan, waa kee? Faqaala gulaamuka zayd ibnu xaritha, waa ninka kan adiga gacanyarow ku ah ee zayd ibn xaritha kula jooga. Faqaala nabiga marka wuxuu yidhi, wahal lakumaa fii maa huwa khayru min alfidaa, ma u baahantiin wax kale oo idinkaga wanaagsan intaad lacag aad bixin lahaydeen oo xoolo idinka bixi lahaayeen, wax ka wanaagsan ma idiin sheega, taa ka sahlan. Faqaala wamaa huwa, waa maxay marka? Faqaala marka wuxuu yidhi, udcuuhu lakum, horta u yeerta, fakhayiruuhu baynii wa baynakum, kadibna isaga door geliya, ama inuu idinka idin doorto in raaco ama aniga inuu la joogo. فإن اختاركم فهو لكم بغير مال، هدو إن دورت صومة لا تكا وحوالا بحين يسمى كم مرة إذن كان عليه. وإن اختارني فما أنا والله بالذي يرغب عما يختاره، هدو سأنيك إدارته دو حان كي إلى مالها قفوحو دورت دور الشيد أنو مهري سايكر مركا أنه كلب بحنا إنك إذن كبا ويلك دور الشيديس هدو دنكينا راعنا كحيستا وحشير النيان وإن كبه حولهنا للات هدو أنيك سأدارت صومة دور الشيديس وإن تهدي لي بي. فقال مركاسي ugu jawaan, laqad ansafta wa balaghta fil insaf, run ahanti garsoor garsoor sida uu yahay baad u dhigtay, runtii waana ku xal dheeraad, yani halka hadalka la rabana waad dhigtay, cadaaladii la rabana Muxammad waa la tim. Fadaca Muxammadun Zaydan wa qaal, nabi Muxammad marka wuxuu u yeeray Zayd bin Xaritha wuxuu yiri, man hadan, ma garanaysa labadan nin maxay? Qaala Zayd marka wuxuu yiri, hada abi xarithatu bnu shurahbiil ama shuraxiil, وهذا عمي كعب كان وابهي انا شراحيل كان واذرك كعب ويك مركولي وقرن ام حاله اسوغو سن ميز وسدي ديرو كسو تي ماشي. فقال النبي مركو خير خيرتك هذا انا كو دور جلي ان شئت مضيت معهما وان شئت اقمت معي اما يا رع اما نجي الى جو. فقال في غير ابطاء ولا تردد, زيد بن حارثه اسوغو انا ان ير حتى كراغين laba labayn xataa aanay ku iman buxuur uqiimu macaka anaan kula joogaya, yani macnaa xataa kama fakerin hesitation iska daa inuu ka fakero iyo time ha laysiiyo iyo aan maaha wuxuu yidhi adaan kula jooginayna. Faqaala abuuhu, wayxaka yaa Zayd, halaagaaga Zaydu, atakhtaaru alcubuudiyata calaa abiika ummik, ma inaad addoon noqotid baad ka dooratay aabbaha iyo hooyada? Faqaala wuxuu yidhi, innii ra'aytu min hada arrajuli shay'an wama ana biladii ufaariquhu abadan, aabba wuxuu yidhi, ninka kan waxbaa igaga muuqda, waxbaan ka arkay bii nin ka tegeyna miy inda markay marayso marka. Falamaa ra'aa Muxammadu min Zaydin maa ra'aa, dabcan halkaa waxaa ku dhammaaday episoodkii ahaa inuu Zayd uu door biday inuu nebiga uu la joogo aabbihii, na runtii markuu ogaaday inuu nool yahay wuxuu isagu ku faraxsan yahayna inuu markaa ama nolol uu ku faraxsan yahayna uu ku nool yahay, isna markaa walwalka uu ka yaraado uu iska laabtay. فلما راى محمد من زيد ما راى اخذه بيده واخرجه الى البيت الحرام, نبي مركو اركا مرك نين كان زيد اللي هي و كو اركاي مواقف تتن انو نبي قاعد جعلاده نبي انا وجعلاده اي انتو كحي و لا تجي بيت الحرام حلك كعبده ايت, ووقف به بالحجر على ملأ من قريش, حجر كعبده اي ولد الاستاغي يدو انت سو قف او قريش او دياشيده حلك اي دوبنين. وقال مركا سوحين, يا معشر قريش, كلهم كقريشو بدك ماشي سوي من أغيسيس كان دقيس, اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه, مرخاتي كم نقضى ويل كان ويل كي ودحل أنا ونحل, يعني معنى خلاص مركا كان مركا ماها مرحلة دي أي شرع عدو أي سود دكتي إلى لها وقول أرحم بعض أولى بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا, انت يسود دقمون يبا أقول لحنا بعضهم أولى بعض في كتاب الله عيادها كهر لحلك انو قار كوي هاي انكري دبك بيولوجيك اللي وضع الشيء انت يسود دقمون مركا وليس لحل الجري سيستم حلف بقى لسكو لحل الجري, سيستم صحيح تمال لسكو لحل الجري, سيستم درس بقى لسكو لحل الجري,
marka nabiga sallallahu alayhi wasallam marka adoption buu sameeyay marka kan waa sistemkii ah wiil buu ka dhigtay sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu yidhi laga bilaabo maanta Zayd marka waa inta aan islaamku aanu dhihin aabayaashood halagu yeero sistemkan marka weli waa sistem hore u jiray lama soo gaarin kii suuratu alaxzaab ay ka hadlaysay lama soo gaarin marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu shaaciyay in uu Zayd marka kan adapted uu yahay wiilkiisa uu yahay ayna isdhexli doona fataaba nafsu abiihi wa cami halkaa marka Zayd aabihii markuu maqlay Xaritha ibn Sharaxiil iyo adeerkii Kacab markay maqleen nebiga inuu mowqifkan qaatay runtii aad bay u farxeen wakhalafahu cinda Muxamed ibn Cabdillah nebi Muxamed bay kaga tageen wacaada ilaa qowmihima mudmainnayni nafsi murtaaxi lbaal halkay ka yimaadeen bay aadeen iyagoo aad iyo aad u xasilan qalbigooduna uu degan yahay maxaa yeelay waxa ugaga muuqday wiilka inuu gaaro heerkii uu rabo markaa rabo dabcan marka iyo waxay ka baqayeen cubuudiya cubuudiya iyo in la adoomayso laakiin ninka gacanta ugu jirba wuxuu leeyahy wiilkan maanta sida waa wiilaan dhalay oo kale anaa dhalay waan isdhexli doona wa mundu dalika alyowm laga bilaabo maalinkaa marka asbaxa Zayd ibn Xaritha yudcaa bizayd ibn Muxamed Zayd ibn Xaritha waxaa loogu yeeri jiray marka Zayd ibn Muxamed ibn Cabdillah markii magaca wuxuu qabsaday nabiga sallallahu alayhi wasallam وظل يدعى كذلك ساسا لو يري جري حتى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الله وسلم عليه وأبطل الإسلام التبني إلا النبي والنبي كان مركا كان مركا وحان وضن شيء كذا وحي لعيسى لعدوين كان وضن النبي يقول النبي النبي اسمه بالله صلى الله عليه وسلم لكن ولذلك إن النبي نمد بالله نوحا موجنة محالة تبني وأدبشن كان وحي إسلامكم مركا يقين ماهين وسيستم كي جاهلي وهرأوا جلوه inta markay dhacday kadib islaamkii baa yimid markaas waxaa la cancel gareeyay oo abrogation lagu sameeyay systemkii adoptionka ahaa oo ilma aadan adiga aadan dhalin inaad magacaaga siisid oo tiri anaa dhalay islaamku markaa halkaa waa u cancel xilku nazala qawlu waxaa soo degay udcuuhum li aabaihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu aabaahum fa ikhwanukum fi ad-din wa mawaliikum wa laysa alaykum junahun fi ma akhta'tum bih walakin ma ta'amadat qulubukum wa kana Allah ghafuran rahiman ayadu waxay leedahay ilmahan aad leedihin innagaa dhalnay waa ilmaha waa inaad ugu yeertaan aabbiyowgood maanta laga bilaabay Zayd bin Xaritha Shuraxbiil ibn Shurax ibn Shuraxiil Zayd ibn Xaritha ibn Shuraxiil baa la dhahaa maanta laga bilaabay Zayd ibn Muxamed ibn Cabdillaahi lama dhihi karo qur-aanka marka uu cancel gareeyay fa asbaxa yudcaa Zayd ibn Xaritha walam yakun yaclam Zayd Zayd markuu leeyahy nebigaan la joogaya meel kalema aaday cid kalena ma rabo markuu leeyahy oo aabihii adeerkii Kacab uu ka harayo Zayd ma ogeyn in akhtaara Muxammadan calaa ummihi wa aabihi markuu doortay nabi Muxamed u aabihii hooyadii ka doortay ayaguni min ghanami ghanima muusan ogeyn waxa ribixa uu gacanta ku dhigay yacni ma ogeyn waxa usoo socda walam yakun yadri Zayd markaa ma ogeyn anna sayidahu aladii aatharahu calaa ahli wa cashiirati ruuxa kan ee isaga sayidka u ah uu ka doorbiday ahalkiisa iyo tolkiisa هو سيد الاولين والاخرين انه يحيى النبي محمد صلى الله عليه وسلم اي سيد كو ددكي هري ددكي دنبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه اجمعين انه يحيى رسولك الهي الى خلقه اجمعين ده وددك انه رسول يحيى marka رسول يعني زيد دبعياس وناكسن اي صحبداس وناكسن اي نبيغا ما ارغتي هب دقنكيسا وناكسن ان بو اسكلا دحاي مويان لكن حسابات كاس بوغما جيرين نين كان با وخه نكون دونا نبي وهو نقن دونا سيد الأولين والآخرين إلهي با دوران دونا والله صوب بعثين دونا حسابات كما كما جدين وما خطر له ببال أن دولة للسماء ستقوم على أرض على ظهر الأرض ولي قلبي سكوم الصدعين إن دولة صمدة رعسيسا أي أرضنا كدلان دونتا فتملأ بين ما بين المشرق والمغرب برا وعدلا ويذب بوحد دوتا إنت أولا حيث قرح كصوب بحي قرح ودع أو أي خير عدالة مركا كوبا هندونتا وأنه هو نفسه سيكون اللبنة الأولى في بناء هذه الدولة العظمى إن زيد أهان لفسد أهان تيس ونقن دونو با معناها لقحة أغهر رأي بلوكيت أغهر الجاجور كأغهر رأي لديق دونو دولة المركا اللي سيد حساباتك أغمدين يعني in that calculation اسكو مو در صنب يعني أرن كاسا لعي دونو وحان نقن دونتا نين سحابي وين ما أردتي qayb ka noqon doona dowladan islaamka la dhisi doono nabi maxamed baa la joogi doontaa iyo nabiga ayaad waxaa soo dhan xisaabaadka uguma jirin keliya waxay kaga dhiganay ninkan waa nin fiican dabcigiisuna wanaagsan yahay ciidan isaga ahina lama joogi halkaa bay u taagnay
لم يكن شيء من ذلك يدور في خلدي أو في خلد زيد. زيد ما انكي سوح وح صدام بكموري، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن فضل إلهي عد الضن أوصيني والله ذو الفضل العظيم. إلهين وعليه فضل يشؤوني. ذلك أنه لم يمض على حادثة التخيير هذه إلا بضع سنين. بعد أه إنه النبي ودوران سي زيد بن حارثة ويقول ما أنيقى مساء بهاي أذارك والراعي ساء وحبك ما سوريك لو صنعوا بك سوريك حتى بعث الله نبيا محمدا بدين الهدى والحق. ملك إلهي ونبي محمد الدورتي إنه لصدر الدين كان حقا يهنون كوته. فكان زيد بن حارثة أول من آمن به من الرجال. زيد بن حارثة روح نغدنين كي يقول ري مرك الرجل لقاها اللي الرمية. وهل فوق هذه الأولية أولية يتنافس فيها المتنافسون؟ أولية ذا نمبر ون إنه النقضة ما جرت أولية يضو ضدك يكون ترتبي كرام يجرت. يعني بمعنى من الرجال مرك الله من النساء بعد مرك الله إلى لنا من النساء وحا خديجة كوكا الكاس إذا كوكا لكن من الرجال الرجل وحا نمبر ون أها زيد بن حارثة مرك هديل اللي هي وحي ما انت اي دهان دتك فيرستس اي دهان نمبر 1 نمبر 1 انا يعني اوليها دي اي جبت او فيرستس لو ترتمي واتن نمبر 1. ولقد اصبح زيد بن حارثة امينا لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت بوس مركه او قبض ارك وحنا نقول كو سكرتير النبي صلى الله عليه وسلم او سرتي سلو امين لو وقائدا لبعوثه وسراياه وحنا نقول نين اسو هوغامي ابان دولوا النبي عيدمده ودري يدويينك ودري صدح وأحد حلفائه على المدينة. وهو نقض النبي صلى الله عليه وسلم إذا غادرها النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى مشى حلفائه مشوا إليه وحكوا ناسا حلفائه ساسا ما قلب أن ينقر إسكسها وأحد حلفائه على المدينة. وهو نقض ذلك النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وغتخته إذا غادرها النبي نبي مركو كتب نبي مركو مالك لا أتبه قفك فايس كأه كحيجين كأبوس كيسجلي وإسجل مركو إسكو قبصدي إنتاس أو ما أرأيتي جغوين بو اسكو حيستا وعيد مكا كلا ترتمي كتاي آني جيرين إنو دان أو كان رسولك سكرتير كيس سيرتي سلوى آمين حكت رسولك صلى الله عليه وسلم إنو عيدا كي مركا يسوي هو قاملي إن مركا النبي قوة مقايا نيك باسك جيلي لها عدي كو حيجين كأهين إنو يسوي إياه هل كان صورنا طبعا شال مركو ماشا إيماني يسوي عضانا النبي قوة له ديني وحا صورنا حسابات كو مجلين مركو النبي قوة دورانا يعني انت ستجاري دون تاسمالها. وكما أحب زيد النبي صلى الله عليه وسلم أثره على أمه وأبيه فقد أحبه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وخلطه بأهله وبنيه. سيد زيد بقى النبي قد على هذا وقد دورته يدي أبيه بقى النبي قد آدي قد على هذا زيد إلا هار وكلام مدى غير كيس وقدر عيال كيس وكم مدى مرك يعني خلطه وقدر النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وبنيه. فكان يشتاق إليه إذا غاب عنه النبي مركو إن يركم غنى زيد النبي هو اللي بيجري يعني يعاد بمركة والنبي أمي سجرين جري ويفرح بقدومه إذا عاد إليه مركو أصل الله النبي وأرك النبي زيد يمنا وكفر يجري ويلقاه لقاء لا يحظى بمثله أحد سواه مركو الله كل ما ينا وعلى كل كل مجري كلا وقف كلا النبي صلى الله عليه وسلم سأو سؤال وين جري يعني بمعنى يعني هلك وزيد ورنتي وكدق قلبي النبي صلى الله عليه وسلم وحايد ما الأدي أدوسر رئيس تغيقد النبي صلى الله عليه وسلم فاروق جن زيد تدوم مقيني هاي زيد أول جوري جري مركو يمادنا سود وين مقف بن آدم أنا سود وين سود وين جري صلى الله عليه وسلم. فهي ذي عائشة رضي الله عنها تصور لنا مشهدا من مشاهد فرحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاء زيد فتقول واتن عائشة أو يذا إن وجرش كينيس الناس فينيس مشهد كم ذا وحمودنا فرحة النبي صلى الله عليه وسلم مركو زيد إنه طبعا هذا إن زيد بكفر حجر مركو يماد بل مشهد كم ذا لعلى يرى تعذوينك كمد أو عائشة إنه مركا إنه صورة سبل دقيست وحيت عائشة قدم زيد بن حارثة المدينة زيد مدينة يمد ورسول الله في بيتي نبي جن وجره وجوه فقرع الباب الباب كسوق الجرع فقام إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عريانا ليس عليه إلا ما يستر بين سرتي وركبتي نبي جن مركي إنتو اشتاقهن قضي isagoo aad moodid inuu san dhar wadan kaliya wuxuu xirnaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wax uu ku asturto xuduntiisa iyo labadiis lawyood inta u dhaxeysa kaliya mar furun yar baa waxa nabiga sallallahu alayhi wasallam uu xabad qaawna lugiisana way muuqdaan wamada ila albaab markaas albaabka saa isugu dhigay yajuru thawbahu maradi isagoo jiiday
فاعتنق وقبله مركز اسكت دور اتفق لدي كدمنا ونكري وزيد بن حارثة النبي صلى الله عليه وسلم مركز واحد لا والله ما رأيت رسول الله عريانا قبله ولا بعد إلى ما قدرت النبي وصى قدر لا وما لن أركين بيت مالك كهري مالك كدم يعني أنا مالك وحب نبي جنس مركز فرحد النبي صلى الله عليه وسلم زيد بقى الباب كسول قرعي وحوين إلى هاي المركز هذو نظران النبي قال إلهي سبحانه وتعالى وجعل لي وخلقي سيجعلني سيد الأولين والآخرين إنه قف بني آدم وصاء وجعل هذا قف كان مركب قف سهلا معها خير دم قدا وقد شاع أمر حب النبي لزيد بين المسلمين واستفاض أرن كان أه إنه النبي وجعل هذا نيك زيد لقوم عابه أرن كان أرن من نقطة فه آدي أوفاه في أباهي فدعوه بزيد الحب مركب سيوحي ويران زيد كيل الجعلاء وأطلقوا عليه لقب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين أبحي المقع حب رسول الله رسول كو جعل ولقب ابنه ويلكي سنة وحي أقوم مقعابين وويلك بري من دون التاريخ سنوي من دون الله سبحانه وتعالى أسامة من بعده بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حبي أسامة وحي اللي أبحي كو رسولك جعل مركا إننكي ورسولك جعل معركتي أما كي ورسولك جعل إننكي سي هل كان مركا زيدنا وحب رسول الله أسامنا وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة تاريخ بريبا نوع من طبيب الله وفي السنة الثامنة من الهجرة شاء الله تباركت حكمته أن يمتحن الحبيب بفراق حبيبه سنة كسديدات مركي لقارئ وهجريضة إلهي حكمته سوى حائي دونتي إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقو امتحانه كي أجعلاء زيدها إنو وايه سنة كوحان مرنا سديدات وسيدي كل على مركة ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليهم نبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتاب إلى ملك بصرى نبي يقول لنبال بوحو الدري بقر كبصرى يدعوه فيه إلى الإسلام السوق ولا نيو إسلام كسوقل طبعا النبي قال وحا على وهي إنه دروه كتب حوارية وما بقر كأدر أمير كأدر كأدر يسوق مركة وجيت يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم دول بلار سماها عنشور أرور سماها وجيت يسوح وياه صلى الله عليه وسلم إنه إسلام كأباه فلما بلغ الحارث مؤتة بشرقي الأردن نينكي للدر حارثها مركو جاري هل كاي مؤتة أو يدو كتال بارق أردن فلما بلغ الحارث مؤتة بشرقي الأردن أردن عرض له أحد أمراء الغساسنة شراحيل بن عمرو فأخذه وحكو الصبحي أمير أمراء ذي غساسنة مقع عن هذا بضن الغساسنة الكذا ولا الطمايح هذا وحي وزن فعائل في ما ظلن حق أردن أتيري أمير أمراء ذي كمده قال لهم مقع شرحبيل بن عمرو بانينكي الحارثة وأديجيه رسولك فرين سيديه سيها دنبال سيديه سيها كعانت كلية وشد عليه وثاق مركز سوحر حرته ثم قدمه مركز سوحر لتقي فضرب عنق سركو بقوي وحلا يقالنا ما هاي لقن هوري حتى لقن جاهلية رسوشة يددك فرين سيدياش يسفر هذا لمدي لجيرين ولبدبادين جيرين لكن ميكا كان سركو مركز كوكسي فاشتد ذلك على النبي صلوات الله وسلام عليه أرن كان مركز النبي صلى الله عليه وسلم آد رنتي يمر جيسي أرن آد وقدر رنبوها إن لم يقتل له رسول غيره ما هي ما يلي ما يعني هذا كهر عدو الدرس ولا الدلي أو نكن كهري مرك هذه مرك التاريخ اللي هو يقول يقول هذا من أول رسول بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم فقتل وكوها نكن كهري أما رسول النبي قال الدري إلا الدلي سفيرها الحارث بن عمير ونكن غساسين هذا مرك الدلي نبي مرك ومغلى مرك فجهز جيشا من 3000 مقاتل لغزوة موت نبي يقول حد يارس هذا مرك عيدا جاريا لحد كيسو إلا سدح كن ودقال يهنأ سيمركا دولان لو قال حقا إيموتا ونيكي غساسنا ابن شرحبيل ودقنا وولى على الجيش حبيبه زيد بن حارثة إذا كمفع بان دولو قال لي ويلكي أجعلاء لكم عابي زيد بن حارثة وقال مركا النبي صلى الله عليه وسلم مركي بيحب بحية تاكتيك ومعرة روتيتي بيس أي دهان ملترالي وآه إذا ك إن أصيب زيد إساق أبان دوله لكن هدي زيد لأصيبه أو دنته فتكون القيادة لجعفر بن أبي طالب
hoggaanku wuxuu u gudbayaa Jacfar. Fa in usiiba jacfaru, Jacfar haddii uu dhinto, kaanat ilaa cabdillaahi ibni rawaaxa, hoggaanka ah ciidanka hogaaminkiisa wuxuu u gudbay cabdullahi ibni rabaaxa. Fa in usiiba cabdullaahi ibnu rabaaxa, ibnu rawaaxa haddii isna uu dhinto, falyakhtari lmuslimuuna lianfusihim rajula minhum, qof ha doorteen marka. Cabdullahi ibnu rawaaxa wana soo maray, yani maca nabiga sal sl marka saasuu marka wuxuu yihi, ciidankii baa la diray, ciidanka waxaa hogaaminaya Zayd ibn Xarith, laakiin haddii ay dhacdo tii rabbi ay timaado oo halkaa uu ku nafwaayo, hoggaanku Jacfar baa iskale, isqabqabsi markaa ma jiro, iyo ee hebel baa munaasiba, yaa la doortaa, iyo halaga shira maaha. Jacfar haddii la waayo tii rabbi ay timaado, Cabdullahi ibn Rawaax nebiga markaa wuxuu dhigataa. Waxaadna moodaa sal allahu alay wasalam markuu saa leeyahay inuu aqrinayaad moodaa, saddexdii nin sida nebiga uu u dhigay unbay u kala horreeyeen, yacni ka waran haddii uu Cabdullahi ibn Rawaax hor dhiman lahaa, ka waran, kadibna ka labaad uu noqon lahaa Jacfar ibn Abi Talib, saddexaadna uu noqon lahaa abaanduulihii asaaska ahaa oo ahaa Zayd ibn Xarith, sidii uma dhicin. Bal nabiga sal alay wasalam waxaad ma moodaa inuu maalka akrinaya, li wuxuu waxyi sida ay taho u dhigay. Marka rotatively wuxuu yidhi hebel iyo hebel baa isku xiga. Madaa aljeyshu xataa wasala ilaa macaan bisharqiyi lurduni, ciidanku wuxuu socdaba wuxuu gaaray macaan, meesha lagu magacaabo, oo ah bariga Urdun. Fahaba Hiriqal ملك الروم على رأس 100,000 مقاتل. هرقل أها بقر كي روم مركو مغلي إذا يرقو صدح كونا أيا ماشا سوغر جورنا مركو مغلي بوحو ديار سدي بقل كون أو إذا للدفاع عن الغساسنة سوغر الدفاعية هلكا غساسنة أو بريغا أردن يقولوكا دفاع مك انت هدأي هالها هم بقى هالها هيدي oo kunkii soddon kun baaba u babacdhigi lahaaye. Wandama ilayhi 100,000 mushrikiin alcarabi, waxaa kaloo ku soo biiray 100,000 kale oo mushrikiinta carabta. Ilaa islaamka sida uu dhahay axadul mufakiriin, islaamku markuu meel taagan yahay jabha uu yahay kul aljabahaat almunaawia lahu, wax alla wixii jabha ah ee nabiga diidan diintan islaamka diidan, fakirkuu doona ha wato, magacuu doona ha wato, firqaduu doona ha noqdo, diintu doon ha noqdo, kulligood waxay ka wada siman yihiin islaamka sida loo gumaadi lahaa, loo ciribtiri lahaa, dhammaantood way soo biirsadeen. Wanazala hada aljeysh aljaraaru gayra baciidin min mawaaqici lmuslimiin, ciidankan marka guutooyinkan saa isu soo bahaystay iyadoo huwanta ah dhan walbaba ka kala yimid ee guuraya, waxa ay meel ay soo degeen meel aanan ka fogeyn halkii muslimiintu ay deganaayeen. Yani halkan marka waa 100,000 oo qoladii maaragtay Hirqal, iyo 100,000 oo mushrikiin carab, 200,000 oo ka iska soo horjeedan, imisa 3,000 oo qof. Marka midkii maxaa kusoo aaday marka 6,000 waxuu. Baata almuslimiina fi macaan laylatayn yatashaawaruuna fi ma yasnaun, laba habeen muslimiintu ku qaadatay inay halkaa iyo meesha macaan ay ku baryaan, oo ah bariga Urdun, wixii ay ka yeeli lahayn marka ay ka tashtaan. Maxaanu ka yeelna, ma laabana war ciidanka kan carabanka ayaa u babacdhigi kara, mise rag waa rag aan iska dhicinna, meesha doonta nala tagto, shir baa la galay. Faqaala qaa'il, nin ka mid ah hadla wuxuu yidhi, naktub ilaa rasuulillahi sal alay wasalam wanukhbiruhu bicadadi caduwina wanantadiru amrahu, rasuulka aan horta farin u dirno oo u qorno, kadibna aan wargelinno oo cududa iyo cadadka iyo tirada cadowgeena aan u sheegno, kadibna ra'yigiisa iyo wuxuu maana amri lahaa aan dhegaysanna. Marka hadduu nebigu yidhahdo warka ciidanka uma bacdhigi kartaana, soo laabtana, aan laabanno. Hadduu yidhahdo war rag iska dhigo dhaqaaqo ilaahay ka baqana, waan samaynayna. Ra'yiga marka waxaa hindiseeyey nin ka mid a dadka ciidanka ah. Wa qaala aakhar, nin kale wuxuu yidhi, wallaahi innanaa laa nuqaatilu bicadadin walaa quwatin walaa katratin wainamaa nuqaatilu bihada addiin, wardadu annaga sideennaba minaga ku dagaalamaynaba tiro iyo awood iyo badi yaa ku dagaalama, annaga waxaan ku dagaalamayna bihada addiin, diin baan wadanaa, bi meelna u laaban mayn. Fantaliquu ilaa maa kharajtum bihi ulahu, waxaad usoo baxdeen oo usoo quruuteen oo ah inaad dagaalantaan, sooma dagaalka wada buu yidhi. Laakiin hadda lacalbalinka intaanu dhahdaan maya nebigaan ku celinaynaa, iyo ma innaga marka hore cadad ku soconnay, cadad goor muxtara, kam min fi'atin qaliila galabat fi'atan kathiiratan biidni illah wallahu maa asaabiriin, cadadku macno ma laha. Hadda marka saxaabatu rasuulilahi sal alay wasalam wax alla wixii material xaggaas ay dhigeen, marka cadad innaga shaqadeenna maha, laakiin bihada diin, diinka marka wuxuu wataa iimaan buu wataa, wuxuu wataa quwa wataa, wuxuu wataa shidaalkiisu wataa. وقد ضمن الله لكم الفوز بإحدى الحسنين, إلى هنا وحو إني ضمان قاده لبا وناكسن متكود, وأه إما الظفر
إما الظفر أما إنا تقوليستانو عدوين أد دلبها لوكا أقول لك تانو وحا لو حا هستانو حوالا أدوين أد كسو فرطان وإما الشهادة أما هلك اللي يكون لك دؤو أد هلك كل شهيد الوضع مدوي إلهي سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مكة ليه وإلهي سبحانه وتعالى أو تمام إحدى الحسنين أي أن يسوقنا لكن ونحن نتربص بكم أن يصيبك الله بعذاب بأيدينا وطن آيات وآيات ثم التقى الجمعان على أرض مؤتة مركز شرك وحكسه قبل قبابي هندسيه أها يينا ندب أقران رجعنا نسكدعين لبدي عيدا عيدا مركز عيدا كمسلمين تسدح ذكونها عيدا ككفار تأها ونمان بكل مسمياتها لبقلو كنأ أه. وهو الدجال كو كدعى هلكايه دولك موته فقاتل المسلمون قتالا اذهل الروم وملأ قلوبهم هيبه لهذه الالاف الثلاثه التي تصدت لجيشهم البالغ 200 الف مسلمين تو مالن كان مركه واحد دجال من دجال اد ياد وياب قليه اما كا قليه نمن كي المشركين تاها قلب يودن الرعب بغضن مكا كبيره يقول لي صدح كن انو لو بقولو كن نمن كان سايس مركه إنه عبيان صورة قلمة وحيث لا يعني مركو هربا كقرة عنده وطان وجالد زيد بن حارثة عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي زيدها جلادا لم يعرف له تاريخ البطولات مثيلا وحوض دقال لما يقول دقال أورنتي مركز دبلو أقول الله بتو تاريخ ذا هل يذا إيه دقال لما في التاريخ من لم يذا أن ولي سأقول دقال لما يعني بمعنى أنت ودقال لما كل ودقال لما يسوق مركز دفاعي لنا بندير ده إسقى سيدا إذا ك إسقى الرايات دي عالم كسيدا مركو هادي وسو ودعه وانا بنديره داني دي ان قفكه لمركه او غدته وعلى كو انو غدبو دغال بان بو دغالن حتى حرقت جسده اما خرقت عنده جسده مئات الرماح الا جيركي سي كدح دستي ان كبدن بقلاله او ورما يعني بمعنى اساس جيركي سو دلدل فخر سريعا يسبح في دمائه هل كاسو كو دعي او كو شهيده اسو ديجي سدح دبالانه فتناول منه الرايه عالم كيو مركا يا لو قد بني مركا دمب وها مركا بقعانتا كل ديجي جعفر بن أبي طالب وطفق يذود عنها أكرم الذود استغنى اسكت دي انو عالم كيو الدفاع انتو الدفاعي كلا حتى لحق بالساحب اير كد من سنة وهو راعي زيد بن ثابت زيد بن حارث هالكا سو قد انت فتناول منه الراية هذا عالم كيو حق عانتا كل رفتي او مركا بالضفي عبد الله بن رواح وسيد النبي صلى الله عليه وسلم وتنام فتنادى او فناضل عنها ابسل النضال اسنا جيسنيما هلكي ودن بيسي بورنتي دغالمي حتى انتهى الى ما انتهى اليه صاحبه الا هلكي لديجي لبيس صاحب وزيد يا جعفر اسنو الراعي سد حدود هلكاسي كنا فوايد مركي عيدن قماش ومريو وسد حدي ابان دوله والنبي ورنتي ومقع دبي هلكا ومد بمد كدن بي وراعي مركي بنديره دون ولي دوكا يدي الى دهي دغالكون عيرك وسكو شريريو مركي غران غرتي سو ايسا وسي رغميسو مركو دبك اي فيول كو ساوسي كعيو حالدونا اي دقتها او مسلمين تونا اي رنتي ما نعرري كران يو حكو تلا قلان سدح دين نكون اما ماشا عن كتقنا اما نكا لوضا دكا لوضا بقلو كونا ما الانصار مركي ماشا مريسو فأمر الناس عليهم خالد بن الوليد وكان حديث اسلام وحي ابان دولا اي كدكتين خالد بن الوليد مركا سو اسلام كو كعسبي وانينكي مسلمين تا يعني لولا الله ثم خالد بن الوليد مسلمين تمالين كي وحدو غوليسن لها لكن كارتدي خالد بيكو غوليسن سوما خالد مركا نوح دغال يهنا اورنت دغال كي يقال فانحاز بالجيش مركي بعيدا كهلكي تاغناين بو كلا دقاق دعب ولا بحي وانقذهم من الفنائل المحتم مكة شوف كبد باديب رنتي بابا رنتي عربتي شادي دو حمان لهي إلهي سبحانه وتعالى مركو وحو قدري إن تاكتيجي مالنكا وفجي خالد بن الوليد اي كارتدي دغال او غدال كوسو بيري انو عيدنك انتي سو هارت ماركا اي بدبهدا فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابناء مؤتة نبي وحا سو غاري اخبارتي مؤتة او اه دغال كسو دعي ومصرع قادته ثلاثه اي سدح ديها اليي والنبي ماركا او يرها كو كلتمين هدو كان او دنتنا كان كلا توكيس اي تبينتيس هن نقطه او لها النبي سدح دان هلكا اني كل لدين ايا اما بلغو لدي ايا ماركا النبي سو غاري فحزن عليهم حزنا لم يحزن مثله قد نبي يقول أتينا يود أمر جي مرج أولي أنا أنا مرجين ومضى إلى أهليهم يعزيهم بهم مركز غيره ذو التجي سوى مركز تعزيني فلما بلغ بيت زيد بن حارثة مركز التجي مركز جوري زيد ولادت به ابنته الصغيرة والنبي صاع سقوط ضبطي إن أنت يا ريت ولا زيد
وهي مجهشة بالبكاء. إذ آدي بأويس بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتحب النبي من هلكي سكوي سوى مركة عتكي سلام مغلي صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد بن عبادة أي أجر أوحي ما هذا يا رسول الله؟ رسول الله وام حي أوينتا لقوم أقول إلا هارك كان. فقال عليه الصلاة والسلام النبي أوحي هذا بكاء الحبيب على حبيبه أوينتا وأوين قف وحجعل قف وجعلها وأوين صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن زيد بن حارثة وأدخله فسيح الجنة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.